يقول: ما رأي فضيلتكم في فوائد البنوك؟ ما يحتاج، هذا واضح. فوائد البنوك التي هي عبارة عن الاستثمار الربوي حرام، حرام، إلا إذا كانت البنوك تستعمل الطرق الشرعية في البيع والشراء والاستثمار الشرعي فلا حرج في ذلك، لكن لا تؤمن البنوك، لا تؤمن، لأن اقتصادها وتعاملها مبني على الربا ومبني على الطرق الربوية. حتى ولو قالوا إننا نستثمر بالحلال لا يوثق بهم،